يا خبر، ألف الحمد لله على السلامة. بتتكلمي من المستشفى؟ من البيت؟ الله أكبر الله أكبر، ده أنت سرك بات أهو. شوف ربنا بيحبك قد إيه؟ لا، والاتنين اللي حاولوا يزوكي، واحد في القرافة والتاني في اللومان. حاضر. مالك؟ عايزاني؟ ده أنا أركب مكوك الفضا الأمريكاني وأجيلك في غمضة عين. حاضر. بس كده؟ بالسلامة. أرطب. أنا رايح مشوار ومش هتأخر. لو جالك الراجل اليوناني بتاع امبارح سلمه البضاعة وخد منه 750 أخضر. أي عملة تانية لا، فاهمني؟ تمام يا باشا. ولو اتصلوا بيا في البيت قول لهم يروحوا هم العزومة وأنا هبقى أحصلهم. حاضر. أما نشوف بترسم على إيه المرة دي. اتفضلوا الليموناتو. روحي أنت يا أم شافعي. حاضر. ها سكت ليه؟ سكت لاني متلخبط. اخدتيني على مشم يا حلوه، فاجئتيني. وهتفوق من المفاجاه امتى ان شاء الله؟ السنه الجايه. بالراحه عليا شويه يا ست الكل. يا واش يا واش. الله، حلوين قوي الشويه دول. ها وبعدين؟ اصلي وما تزعليش مني، يعني ساعه ما طلبتيني وقلتي لي انك عايزاني بالي راح للعبه جديده بتلعبيها عليا مع حسن ارابيسك عشان موضوع الكرسي. يقطع الكرسي وسنين الكرسي، ما تنسى الحدوته دي بقى. يا حبيبتي انا خلاص نسيتها، المهم انتوا نسوها. بقول لك ايه يا عطوه، انا لسه طرد حسن ارابيسك من هنا مفيش ساعه، يعني ان ما كنتش تسلك وتجيلي دغري هطردك انت كمان. بين العمليات اللي عملوها لي في المستشفى عشان يلحقوني بوظت حاجه في نافوخي، يعني خلقي ده وروحي بقت في مناخيري. واللي انا طالباك علشانه يا اخويا مش حدوته هنقولها في حلقات دي، خمسه بقرش وقرش بخمسه. ولا لا؟ لا ده ايه. طبعا، واب الثلث كمان. ابوس ايدك يا حسن، صدقني راضي اني بقول الحق وربنا شاهد عليا. صحيح انا صليت الوقت سامبو يعمل فيك مغرز، يضايقك، يلطك في قرش، يبوظ لك بضاعه بكتيره قوي، يلقح لك حته مخدرات ويبلغ. ندال ما بنكرش وماليش اي عذر غير الطمع وتغاوي الشيطان، بس اللي ما حصلش بقى ومستعد احلف لك على مصحف على عيني يعميني لو بكذب، ما حصلش ان انا اتفقت مع الواد سامبو يقتل توحيده ويلبسها لك. ودي تفرق كتير في نظرك يا رمضان؟ كله الا القتل يا حسن. يا نهار اسود، ده انا لو عملها بصحيحه ابقى مش بني ادم. وتبقى بني ادم لما تلفق لي جنايه مخدرات. ما هي المشكله واحده، نسيب الهنا. وبعدين الشر ملوش درجات. وعلى فكره انت ممكن تقتلني من غير ما اخر نقطه دم ومن غير حتى ما تمد ايديك عليا. ممكن تقول لي كلمة تلقطني وتوقعني ساكت. صح يا حسن، وانا مستعد اخد جزائي. يعملوا فيا اللي هم عايزينه، يدوني الحكم اللي استاهله، يحبسوني يجلدوني، بس على اللي عملته مش اللي ما عملتوش. ربك سبحانه وتعالى بقى له في تصاريفه حكمه، تفلت في اللي عملته وتقع في اللي ما عملتوش، لأن عدل ربنا سبحانه وتعالى غير عدل القانون يا خضري. ومالي؟ ولادي؟ وأختك؟ أختك سعاد يا حسن؟ تجارتي؟ علشان سعاد وولادها بس يا خضري، أنا ممكن أسكت عن اللي يخصني، أتنازل عنه. وعلى كل حال سعاد قومت لك ثلاث محامين كبار قوي، ومحدش هيأثر معاك. اتأكد من ده. ومين عارف، سكك المحاكم والمحامين والقانون فيها كتير وبيحصل فيها كتير، يمكن يقدروا يخرجوك منها او يجيبوا لك حكم مخفف. انما مالك وتجارتك بقى فدي مساله في ايدين ربنا سبحانه وتعالى.
يمكن بقدرته وبإرادته أراد إنكم ما تعيشوش من مال حرام، أراد إن ولادك يتربوا بالمال الحلال وبس. وعلى كل حال لو أنت صحيح عايز تكفر عن اللي أنت عملته، فكر فكر واحسبها، شوف إيه اللي ليك وإيه اللي مش ليك، فين الحرام وفين الحلال، ساعتها يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخف عنك. معك حق يا نعمان، خلي المحامي يطلع لسعاد إذن زيارة وخليها تجيلي في أقرب وقت. هنا أهو هنا أهو، ده بصاحبة الشأن. حاسب عليها مالس حسن الله. خير، في إيه تاني؟ الكلفتي ده هيقفل الورشة والمعرض بعد ما نجردهم، وهيسلمك المفاتيح في إيدك، والشنطة دي فيها الفلوس اللي كانت في خزنة الورشة وخزنة المعرض، احنا عديناهم سوا قدام الحاج يوسف اللي قعدته بدل الأستاذ زقزوق، فيها 23612 جنيه، أنا جنبت بس يوميات العمال 420 جنيه، في كشف مع الفلوس في الشنطة. يرضيك كده يا ست سعاد هانم؟ بقى بعد السنين دي كلها مع الحاج رمضان أتعامل كده زي الحرامية؟ لا يا حسن، سي رمضان لسه ما ماتش وهو في الحبس، هو برضو اللي يقول جوزك هو اللي موصينا يا سعاد. انت رحت له يا حسن؟ ان شاء الله يا رب يخليك، برضو ابن اصول مهما حصل. شو وقت الكلام ده؟ انا كلمت المحامي هيطلع لك اذن تروحي تزوريه وتتاكدي من جوزك بنفسك. اتاكد من ايه يا اخويا؟ اللي تقول عليه هو اللي هيمشي، زقزوق زي ما بيقول حسن نفذ. يعني ايه يا ست سعاد؟ انا بيني وبين سي رمضان اتفاقات وشغل وحسابات. خلاص خلاص، والراجل موجود وهيبلغ مراته بكل حاجة، ولو ليك في ذمته مليم واحد هتاخده. مش مسألة فلوس يا نعماني، في حاجات خطرة وأسرار ولا يمكن هيقول لحد عليها. طيب وبأطلب إذن وروح قبله. ودلوقتي سمعنا السلام عليكم. والله أنا ما بشتغلش عندك يا حسن، ولا يمكن هسيب موقعي في الورشة غير لما أقابل الراجل وأتفاهم معاه. بقولك إيه، اعمل اللي أنت عايزه، ولو عندك كلام وبقوله للحاج يوسف. يا انا لا ليا دعوه بالحاج يوسف ولا بالحاج حسن، وروني هتعملوا معايا ايه. غور يلا. سعاد انت ما عندكيش وقعد في البيت ده، لمي هدومك وهات عيالك على منزل اشوف تاكسي اوصلك بيت ابوكي. لا يا حسن، أنا قاعدة في بيتي، بس رمضان لا يمكن يتقفل أبدا. شو وقت الكلام ده؟ بيت أبوكي هو الحضن اللي هياخدك ويحميكي، اللي هيضلل عليكي أنتي وولادك في ظرف زي ده. بعد كل اللي عملته معاك يا حسن؟ يا بنت عبيطة، ده أنتي سعاد فتح الله النعماني، وانا حسن فتح الله النعماني. ايه في الدنيا ممكن يغير ده؟ لا بوظ عمورة، ايه اتاخرت عليك؟ سيدهم جه ومشيته. طب كويس، انت ابن حلال. سيدهم جه ومشيته؟ يعني ايه؟ طيب تخاطره بكلمتين، قلت له الشغل تأجل وبعدت اجيب فرجاني. الله، ده انت ناويها بقى. ما انا رايي مش هبلعها واخد وراها شهر بحاسك. ايه حكايتك عماره؟ انت متصدر لي فيها اول مره دي ليه؟ انت نسيت ان انا برضو حسن ارابيسك ولا ايه؟ انت حسن ارابيسك وانا الاسطى بتاعك. انا صاحب الورشه دي عماره وانا الاسطى فوق لروحك، انا المعلم الكبير قوي وانا برضو الاسطى بتاعك. انا اللي علمتك الصنعة يا حسن وانت لسه بالشرط. حاج نعماني جابك ورماك عليا، قال لي حسن عهدتك عماره، عايزه يطلع من تحت ايدك صنايعي مفيش منه، وحصل. علمتها لك، سقيتها لك، عرفتك ايه الصنفره والمحزه والغراب والضفر. لما لقيتك اتنطقت وبقيت صنايعي مفيش منه، قلت لا حسن بقى البريمو، مفيش صنايعي يعرف يعمل جنبه حاجه. نقلت انا عن النحاس، ابتديت فيه من اول وجديد من الف بيه.
ومين علمك النحاس يا اسطى؟ وقبليها مين اللي علمك الخشب؟ ولا انت عدم المؤاخذه نزلت من بطن الست الوالده قسطه جاهز؟ كلنا بنتعلم وبعدين بنعلم يا اسطى كبير، بس بنحترم اللي بيعلمونا عشان اللي بنعلمهم يحترمونا. وانا من امتى مش بوجبك وبعاملك اخر احترام يا اسطى؟ دي بنارها لسه ما بردتش. اقول لك رايي تقول لي ابلعها وخد راس شربه. لا 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 سيبك من ده، دي مش اول مره اهزر معاك، مش دي التك يا عماره، اكيد في حاجه تانية. ويا ريت نختصر كده وتقول لي ايه الحكايه من غير لف ولا دوران. مفيش يا حسن. يو يا عماره. لا في يا عم الاستاذ. خلاص قلت لك مفيش، هم كلمتين فكيت زعل بيهم مستنيك طول النهار عشان اقولهم. سيبني بقى اشوف شغلي. عماره بعدين يا حسن. والله العظيم مساء الخير يا سي حسن. اهلا 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 سي فندام، مش بقى اسمك كده ولا ايه؟ انت ابتديني بالاسم اللي عجبك يا سيدي الكل. وانت جايب الواد الزفت ده معاك ليه؟ بقول لك يالا روح شوف لك عجله خد لك بيها لفه، ولا اقعد على القهوه واطلب كوبايه شاي على حسابي. الله يا سي حسن انا جاي مع الاستاذ. اسمع كلام سي حسن اخفى. حاضر يا استاذ. عايز حاجه من الشنطه؟ لا ما بنده لابوه. بالاذن يا سي حسن نقعد. اهو اخويا ده انت تشرف. بقول لك ايه؟ تحب اجيب لك شاي ولا انت مستعجل؟ ليه الاسلوب ده يا سي حسن؟ انت غضبان عليا قوي. بصراحة ربنا جلدك الجديد ده مش مكيفني. يبقى مش هينفع. هو يا اللي مش هينفع. الموضوع اللي انا جاي لك فيه، انا قلت بيني وبينك يا عمار وليه عندك واحده؟ فاكرها وجاهز للرد يا عم رزق. اؤمر طلباتك ايه؟ مديحه. مديحه تاني؟ ما الاولاني راح لحاله يا سي حسن. وعلى كده بقى انت متفق معاه؟ كله قلصت، بس العقده في ست عدول من الشفا دماغها ومسلبه رايها. ان جيت الحق هي صح برضو، اصل في الاول وانت عجلاتي كان ممكن، انما ما تاخذنيش انا لو ليا اخت ما جوزهاش لمطرب بتاع صالات وكباريهات. بس حسن انا فنان، شغل الصالات ده سكه، انا هدفي اكبر من كده. انا اول شريط نزل كسر الدنيا، اول فرشه وزع 10,000، الفرشه الثانيه وزع 150,000. انا ماليش دعوه بالفرشه الاولانيه والثانيه، انا بقول رايي وخلاص. وعلى كل حال انا عشان ارد الجميل هكلمها لك. ومالها يا سي حسن؟ بس انا متاكد انك هتميل دماغها. انا هكلمها بس افرض انها ما وافقتش. يبقى عملنا اللي علينا انا ومديحه عشان ما حدش يلوم علينا. وانا منتظر منك الرد، ويا ريت ما تعوقش، لان يوم الخميس الجاي هكتب كتابي على مديحه. وافقتوا او ما وافقتوش. كان عايز ايه الواد رزق يا حسن؟ لا هو قال لك حاجه قدرتك؟ مين ده؟ رزق؟ قول لي الاول عماره انت ايه اللي معطلك؟ معطلني عن ايه؟ شغل جوه بسم الله ما شاء الله ماشي زي الساعه، وتعالى شوف بنفسك. انا مش بتكلم على الشغل يا اخي. اقعد اقعد. الله ما بتتكلم عن ايه يا نعمان؟ عنك انت يا عماره، عن حياتك، عن حكايتك مع عدولة. ما تعمل حاجة يا ابني، الست محتاجاك دلوقتي أكتر من أي وقت تاني. فيها حسن الواد رزق قال لك إيه بالظبط؟ العصفور التاني هيطير يا عمار. مديحة؟ الظهر مربطة مع الولا رزق ده، ما كانش جاي يوسطني، ده جاي يديني إنذار. دي حكاية فريال لسه ما برديتش. ما أنا عشان كده بقول لك اتحرك. أنا من ساعة الواد رزق ما مشي أنا قاعد بفكر أروح لعدولة أو لا إيه، وبعدين قلت كلام أنا مش هو اللي هيسليها، ده عمارة وعمارة لوحده. قصدك يعني أروح أتكلم معاها وأقنعها إنها تطاطل الريح تدي البيت اللي هي عايزاه وبرضاها؟ مش ده المهم، عدولة عمرها ما هترضى. عدولة أصل مش هيعجبها خروج البيت عن طوعها. المهم لما ده يحصل تلاقي راجل تتسند عليه، تلاقي حلمها القديم صحي يعوضها عن خيبة أملها في اخواتها. فهمت قصدك. طب ما أنا حاولت وعلى يدك، دماغها ناشفة
مصممه تستنى اختها الصغيره لما تخش الجامعه على الاقل. في الاول ده كان جايز، انما دلوقتي لا، هتلاقيها اضعف بكتير. عارف عماره عدوله عامله دلوقتي زي اللي وقع من الدور العاشر ولسه في الهوا والرعب هيموته، وامله الوحيد ان اي حد يتلقفه. ودي لحظه مش عايزه انك تتردد يا عماره، افتح لها دراعاتك تلقاها. والله معاك حق، عن اذنك انا هستأجز ربع ساعه. يلا اتكل على الله. بس بقول لك ايه، انت مش عايز تقول لي حاجه قبل ما تمشي؟ حاجه زي ايه؟ انت كنت شاطط مني ليه يا اخوي؟ هقول لك يا نعمان، انا بصراحه يصعب عليا بعد العمر الطويل والعيشه دي كلها انك تستهيفني. يو يا عماره، كل ده عشان الكلمتين اللي قلتهم لك في ساعه هزار؟ طب يا سيدي، تحب ابوس راسك؟ لا لا لا، مش القصد، هي بصراحه كانت تركيكه. بس انت بقى مش واثق فيا، عمرك ما خبيت عني حاجه، خاصه اذا كانت في الشغل. انا مخبي عنك حاجه في الشغل؟ اللي بتفكر فيه بخصوص الفيلا. ايه اللي بفكر فيه بخصوص الفيلا؟ لما توقف الشغل هناك وتمشي الصناعيه من ورا الكل تجيب عمال معمار، تبقى بتفكر في حاجه؟ لا ده انت مش بتفكر، ده انت خدت قرار وهتنفذه. ايوه ايوه، اكبر فتح انطلاقه في حياتي يا عماره. وفتح الانطلاقه ده يبقى سر عليا يا حسن. ما انت اصلك هتقول عليا مجنون. هقول؟ ما انا بقولها من زمان. ما انا عشان كده بقى. بس انا هقولك، انا ما بخبيش عليك حاجه، بس ما تستعجليش يا عماره. يا اخي استعجل انت نفسك، يلا اجري روح على اهم فتح انطلاقه في حياتك يا عماره. ايدك يا عدوله. مالها ايدي يا عماره؟ حطيها في ايدي يا عدوله. علشان ايه؟ ما احنا لسه كنا مسلمين على بعض اول ما دخلت. هنقرا فاتحه يا عدوله. الليله ان شاء الله هنزل اشتري شبكتك وكتاب الخميس الجاي، والدخله بعد شهر. جهازك هيبقى كامل في ظرف اسبوع، كامل من مجاميعه، من إبرة الباجور للنجف والستائر. يلا عمار، انت مستعد حاجة يا اخويا؟ انا مش هسيب ايدي في الهوا كتير يا عدولة. الحق يا تيحة الحقي. في ايه فيفي؟ الحق ايه؟ لست عمارة قاعد برا ومحكم رأيه يخطب قبل عدولة ويقرا فتحتها دلوقتي ويلبسها شبكة الليلة. انت بتهزري؟ ابدا والله العظيم، زي ما بقولك كده، حتى تعالي بنفسك شوفي. وهي دي متلخبطه خالص، بس تعرفي متهيألي انها المره دي كده. المره دي كده ايه؟ هتوافق؟ يا ريت. الحكايه مش قفش كده يا اسطى. قفش يا عدوله، تخص عليكي، ده انا بقالي اكتر من 15 سنه مستني. طب بلاش، هتقولي كان عندك مسؤوليه اخواتك؟ طب ما خلصت والحمد لله. ده انت من يوم ما سطرتيهم وانا بقولها لك مع طلعه الشمس ودخله الليل، يبقى فين القفش ده يا عدوله؟ ما انت داخلي من غير انذار يا عماره وتقولي لازم نقرا فاتحه دلوقتي ونقدم شبكه الليله. لا انا زهقت يا عدوله بصراحه، بقى ما عنديش طاقه انا استنى. فجاه كده يا عماره وانا طالعه من زلزال مضيع مني شقه عمري ومحتسب اخواتي اللي هجت وقعدت لوحدها، واللي شبطنا في جوازة عرة، واحنا ما احناش قاعدين في بيتنا ونازلين ضيوف عند حسن النعماني زي المهجرين. حبكت في ده كله تقولي نقدم شبكة ونقرا فاتحة الليلة. وبالاخص في الظروف دي يا عدولة، هنقرا فاتحة ونمشي نظام زي ما قلت وبالملي. بقولها لك اهي، يا الليلة يا كل واحد يروح لحال سبيله وفضه من صاحبه نهائي. يا اختي انذار ده ولا ايه يا عمار؟ عدي انذار يا عدول. وانا بقى ما بمشيش بالانذارات يا اسطى. اسره ولا لا؟ اختي حد يقول كده والنبي يا ناس؟ انا ما شفتش كده ابدا. اديك شفت، قلت ايه؟ طيب والناس بس تقول ايه؟ هو يعني قرايه الفاتحه دي والشبكه مش دول برضو محتاجين لمه وناس؟ ولا يعنيك مني وحدانية وغلبانة وطولية؟ بسيطة يا أختي، إذا كان على كده في ظرف ساعة كنا عندك ناس ولمة وشربات كمان.
بالاذن يا ست الحاجة. حطهم هنا يا محروس. حاضر. سي حسن بيقول لحضرتك كلمني في التليفون وقال لي يا شوقي والتلج سفارك بقى هتجيبه. تلج ايه يا ابني في عز الشتاء؟ ملوش داعي. تأمري بأي حاجة تاني يا ست الحاجة؟ متشكرين، سلم على أبوك كتير. يوصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ايه يا ماما؟ ده سكر وشربات. بعتهم اخوك عشان شبكة عمارة وعدوا لها الخياطة الليلة. الليلة؟ معقولة؟ اهو بقى طلعت في دماغهم. بقول له في التليفون يا حسن اختك سعاد مكفية هي وولادها في الأوضة حزانة ومهمومين. يقول لي لازم نعمل الشبكة عندنا. احنا اهل عدولة وناسها في المناسبة زي دي. وهي فرصة سعاد تفرح وتهيص معانا. وليه لأ يا أم حسن؟ ما هي دي فرصة فعلا انه سعاد تخفف على نفسها شوية. وما تحسسها عيالها انهم قاعدين في ميتم زي ما هي عاملة. مسكينة. بختها ونصيبها بقى. بس حسن كان عنده حق انه يعارض في جوازها في الأول. كان فاهم رمضان كويس وحافظه. طبعا. ما هي لما بتقع بتكتر سكاكينها. يحق لكم تشمتوا. احنا بنشمت فيك يا سعاد. ايه اللي بتقوليه ده يا سعاد؟ اخص عليكي. ده نمك يا بنت وده اخوكي. ولو شمتنا في الناس كلها ما نشمتش فيكي. غصب عني يا اما. ما حدش حاسس بالنار اللي جوايا. وربنا يعلم قد ايه الحسره بتقطع في مصاريني عشان يا اما. وهي ازمه هتفوت ولا حد يموت يا جماعه. ان شاء الله رمضان هياخد له حكم بسيط ولا حتى براءه ولا انقاذ تنفيذ. يلا يا اما وانت يا سعاد مهما كانت الظروف اللي احنا فيها فالليله عندنا واجب لجاره عزيزه يمكن هتفرح لاول مره في حياتها ولازم احنا كمان نحسسها ان احنا فرحانين معاها. هنزوقك ونلبسك. يا ولد اتفقي على سكة 10. يلا يا عروسه مفيش داعي للمقاومه. يا بنات يا بنات دي حيلا شبكه لا ريحه ولا جت. مين اللي قال الكلام ده؟ دي شبكه عدوله اجدع بنت في خندق ودار. طب والله العظيم لو كان في وقت لكنا عملنا فرح بجد. انا هلبس العروسه وازوقها وانتي اجري هاتي لي شيت فرح من عند حد من اصحابي. لكن الجسد اللي حنتنا راح تحت انقاض الزلزال. خالتي ام حسن عندها مفيش مشكله. طيب انا هروح اجيب من عند هدى. كنت بقول يعني لو اكلم رولا من عندها. لا اوعي انا مش عايزاها. ليه بس يا ابله؟ دي تزعل قوي. بتهيألي دي لا هتزعل ولا يهمها حد مننا خالص. طيب فيفي روحي انت هاتي الشريط بسرعه. حمامه صربعت يا حسني. دي حاجه طلعت في دماغي فجاه كده. ايه اقولك بقى انا بفكر ان اول لصت عماره ما يرجع من عند لصت الحلاق هطلعها في دماغه هو الاخر نبعت نجيب المأذون ونكتب الكتاب الليله. معقول يا ابو علي ما توصلش؟ لا توصل. ده مبدا عندي يا حسني ويا ريت انت كمان تعمل بيه. اللي يطلع في دماغك فجاه نفذه. اوعى تتردد. اصل ده بيكون حاجه من عند ربنا حاجه رباني كده زي الوحي. الوحي اللي بيقولوا بيجي للشعراء وللفنانين. حاجه يا ابني بتروح برقه قدامك تنور لك دنيا ما انتش شايفها. لكن لا مؤاخذه لو ما لحقتهاش هترجع دماغك تضلم تاني. ايوه بس ده له شعر ولا روايه حسن؟ ده جواز. ما تفرقش بالعكس ده في الجواز مهم قوي لانك لو فكرت فيه مش هتعمله ابدا. هقول لك حاجه. ايه اقول لك بقى؟ انا مره رحت التوحيده بعد نص الليل قلت لها بقول لك ايه؟ ابعتي هات المأذون انا هتجوزك دلوقتي حالا. الحمد لله انها ما طوعتكش. بالعكس يا ريتها كانت طوعتني. ده كان بقى احسن حل. بقول لك ايه؟ انت عرفت ان انوار رجعت تاني؟ ايوه امك قالت لي. بقول لك ايه؟ انت بتحبها يا حسن؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حسن؟ انا قصدي يعني على زمان اياميها يعني. ده كان شغل مراهقه وراح لحاله. انت ايه اللي خلاك بعديها خلعت ونقلت على البيت في الريال اخت عدوله؟ انت ايه حكايتك الليله يا حسن؟ ايه اللي طلعك من موضوع توحيده لحكايه عدوله لحكايه انوار؟ ايه اللي قلب عليك موضوع قديم زي ده؟
وانت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ ولا يكون كلامي لمس على جرح قديم عندك؟ يو حسن، انا مش فاضي التهريج بتاعك ده. انا رايح اعمل مكالمه لاسكندريه دلوقتي، وهبقى اجي لكم على البيت وقت الشبكه. اهلا يا باشمهندس، ازيك؟ لا مؤاخذه يا فندم، اهلا وسهلا. ما بقيناش نشوفك ليه؟ بالاجسام زعلتك في حاجه؟ لا بالعكس، ده انا اللي فاكر ان انا اللي مزعلك شويه، بس يعني مش وقته. شايفه انك كنت ماشي، نبقى نتكلم بعدين ان شاء الله. مساء الخير يا حسن. اهلا 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 اهلا، مساء النور. يا سلام، ده نور بجد. اتفضلي. تسمح لي اقعد؟ يا سلام تقعدي، انا لو عليا ابعت اجيب لي سعادتك طقم له كنز من بلده عشان تقعدي عليه. ميرسي قوي. بس هو ايه بقى الطقم اللوكانس ده؟ اللوكانس ده بتوع المابوليا بيقولوها كده، هو طقم فرنساوي تقفيل بره يعني. اه قصدك الويكندز؟ اسم الله عليكي، حضرتك برضو ام المفهوميه. تشرب ايه؟ ولا شاشه؟ لا ابدا، ملوش لزوم. لا ده كلام. نعملها صحصح. شوف خالتك الدكتوره تشرب ايه؟ قهوه على الريحه. قهوه على الريحه؟ بس من البن الخصوصي بتاعنا. اخلع. حاضر اصحصح. يلا. يا اهلا يا اهلا يا 300 الف مليون مرحبا. هو مش في مثل شعبي بيقول ان كتر السلام يقل المعرفه؟ صح يا دكتوره، بلاش سلام، خلينا في المعرفه. وانا عارف حضرتك جايه عشان ايه بالظبط دلوقتي. ما افتكرش. طبعا حضرتك جايه عشان الزومبا اللي فقعها لي شريف زازا عندكم بخصوص شغل الفيلا. لحظه من فضلك يا حسن. خير. في حاجة؟ لا، زومبا وفقعها لي. زومبا يعني ايه يا حسن؟ عدم مؤاخذة، انت بتكتبي ايه يا دكتور؟ لا ابدا، ده موضوع علمي ما تشغلش بالك فيه. انا متهيألي ان زومبا بمعنى دسيسة وشاية مقلب، حاجة زي كده. المهم انت اخبارك ايه؟ انا اخباري فل والحمد لله. انما بخصوص شغل الفيلا بقى، انا هقول لحضرتك بصراحه، هو ظاهر ان انا لما كنت في الحبس عشان حكايه توحيده. شغل الفيلا انا والدكتور برهان متفقين ما نسالكش عنه خالص، يعني نديلك فيه فري هاند، عشان احنا واثقين انك في النهايه هتدينا تحفه حقيقيه. حسن، انا جايه لك النهارده في موضوع تاني خالص. وانا تحت امر حضرتك، حضرتك تؤمري وانا عليها التنفيذ. انا عايزك تشوف لي شقه هنا في خندة ودار. وات؟ شقه هنا ليه؟ هي بتقول يا دكتور ان هي عايزه تقعد فتره ما تقلش عن 6 اشهر في حي شعبي عشان تلم الكلام اللي الناس بيقولوه، وبعدين تحطه في القاموس ده ولا مش عارف ايه اللي هي بتعمله. ايه الكلام الفارغ ده؟ جرالها ايه؟ جرالها ايه ممتازه؟ انا مش عارف جرالها هي فين؟ تحت عندك في الورشه؟ يا ريت في الورشه. ها؟ دي قاعده على القهوه. على القهوه؟ مش معقول، مش ممكن. ارجوك ارجوك يا حسن، انزل انده لها ارجوك فورا، لان لو نزلت لها واتكلمنا مع بعض والنقاش خد وده، الحوار هيسخن والموقف مش هيبقى كويس ابدا. عم الدكتور ابعدنا انا عن الموضوع ده ارجوك، سيبني في حالي. انا اصلي عايز اسال على انوار. وبالمناسبه على فكره دكتور، دلوقتي بعد انوار ما رجعت وعدك انا في الشقه مش هيبقى مريح يعني. ما انا برضو كنت عايز امشي. هو وافق الاسعار؟ قال لي لا 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 لا، دي عندها اوضه نوم لوحدها وانا برضو في مقام والدها، واصر ان انا افضل. على كل حال لو الدكتوره صممت انها تدور على مطرح هنا في الخان ممكن تقعدوا سوا ويبقى مفيش مشكله. نو 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 نو، على جثتي. دي مراته معلمي. مرات مين يا ده مهبوش انت؟ امك سلامة النعماني جاي من المغرب وحداني معهوش حد. والمدام دي انا شفتها في الخان قبل هو ما يجي بكتير. يا معلمي، ده انا سامعه بوداني دولت وانا رايح اودي لها القهوه وهو بيقول لها يا هانم انت مراتي واي تصرف، وراح قطم الكلام على طول ساعه ما شافني. معقول؟ انت متاكد يالا انك سمعت الكلام ده؟ زي ما انا سامعك دلوقتي يا سفرج. يعني تبقى حدوته كبيره قوي. لا، وحسن يقول لي اصل في ناس فرنساويين جايين ورايا عشان مش عارف عايزين ايه. تعرف ياد،
الموضوع ده انا مش بالعه من الاول. ازاي يعني معلمي فاهم؟ ما هنفتحها محدثه بقى ونسيب شغلنا. اجري خدم على الزباين، سيبنا انا كده مخمخ وفنطها في نافوخي. اجري. ماشي. ايوه جاي حاضر. انا مش فاهمه ايه اللي مخليك منفعل بالشكل ده بعد كل الشرح اللي شرحته لك ده وبرضه لسه مش فاهمه؟ اعمل ايه اذا كان كلامك مش مقنع يا دكتور؟ باختصار من اللف والدوران غير ما نخش في موضوعات ما نوصلش منها لاي نتيجه، انا لا يمكن اوافق على موضوع زي ده ابدا. تبقى بتتجاوز حدودك اكتر يا دكتور. احنا من يوم ما اتجوزنا واحنا متفقين محدش فينا يتدخل في عمل التاني. انا ما بتدخلش في عملك يا دكتور، انا بتكلم عن اقامتك هنا لوحدك في حي شعبي. محدش هنا يستسيغ الكلام ده ابدا، محدش هيفهم ولا يقتنع بحكايه القاموس الجديد اللي بتبحث عنه ده، قاموس العامي اللي بتدوري له على مفردات جديده ومواد. ثم انا بتدخل كزوج؟ اسف، ده قرار ومش هتراجع عنه. دي فاهمه الكلام ده معناه ايه يا دكتوره؟ معناه زي ما نطقته بالظبط، ملوش معنى تاني. لا له معنى، ومعنى خطير كمان. معناه ان في خلل في حياتنا المشتركه يا دكتوره، خلل ولازم نواجهه ونعالجه. ما عنديش مانع نتوقف ونعالجه. اتفضل قول. ايه هنا او كم؟ ما ينفعش في القهوه، مش ممكن. امال فين؟ معاك عربيتك؟ بورشو؟ ليتس جو. انا اسف يا حسن، معتكفه في اوضتها، ترجتني اعتذر لك واقول لك انها لسه مش مستعده تشوف حد. لا معلش يا استاذ، انا بس كنت عايز اطمن عليها يعني. الحمد لله. انما هي حكيت لك حاجه يا استاذ وفاء؟ حكيت لي يا حسن، حكيت لي شيء مفزع يا ابني. يا طب ما تقول ابو انوار اذا ما كنتش بتعتبرني غريب يعني، الا اذا كنت لسه شايل مني من حكايه الكرسي دي. لا يا حسن، هحكي لك يا ابني. على الاقل اخف عن صدر الحمل اللي راسخ فوقه. من اول ليله قضيتها معاه في الغربه اكتشفته، الشكل الوسيم والوش السمح واللسان الحلو ما كانوش اكتر من قناع، وراه وحش حيوان سادي معقد مجنون. صدمه حطمت نفسيتي المسكينه، وللاسف ما كانتش الصدمه الوحيده. اللي اكتشفته بعدها كان ادهى وامر. تصور يا حسن يبقى احساسها ايه لما يعترف لها بمنتهى البرود والوقاحه انه كان حاطط عينه عليها ومجنون بحبها. واختها لسه موجوده، واختها اللي كانت بتحبها لدرجه العباده. وتصور يا حسن ان انوار اكتشفت ان منير هو اللي دفع اختها للنزول بقميص النوم للشارع هربانه، وكان بيطاردها وفي ايده الحزام اللي كان بيضربها بيه ساعة ما خبطتها العربية وقضت عليها. اكتشاف زي الزنكانة، ما بقتش قادرة بعده تعيش لحظة واحدة مع الحيوان ده. صممت ترجع، لجأت لأسرة مصرية هناك، قرايب الأستاذ موريس رئيسها في السنترال هنا. الحقيقة طلعوا ناس مثل الشهامة المروءة، ساعدوها وحاموها منه وصفروها، فضلوا جنبها لغاية ما ركبت الطيارة. يا ساتر، ده شيء فظيع ده يا أستاذ، دي حاجة ما يتصورهاش عقل البني آدم. تعرف اللي معذبها أكتر من ده كله إيه؟ ضحى. مالها ضحى يا أستاذ وفاء؟ ما قدرتش تجيبها معاها، عملت المستحيل يا حسن لكن ما عرفتش، وده اللي مكننها اكتر ومخليها قافله على نفسها. انا كمان مش متصور ان ضحى
تفضل تحت ايد اب مختل بالشكل ده؟ هنلاقي لها حل ابو انوار، هنشوف طريقه نرجع بيها ضحى، بس انت سيبها على الله ونعم بالله. هنزلك. اهلا. مساء الخير يا حسن. اهلا سعادة الباشا. مساء الخير يا استاذ وفاء. مساء الخير يا سيادة العقيد. اتفضل. امال الدكتور برهان فين؟ والله يا باشا انا متقالي انه قاعد تحت في قهوه ابو سنه هو والدكتوره ممتاز. على القهوه؟ خطر، خطر جدا. اتفضل اتفضل يا سياده المستشار. مساء الخير. مساء الخير. هو ايه الموضوع بالظبط يا باشا؟ مفيش وقت اشرح لك يا حسن. المهم دلوقتي على ما اجيب الدكتور برهان وروا سياده المستشار اوضته. وحضرتك زي ما اتفقنا هتلبس قفطان مغربي ومركوب فاسي زي اللي بيلبسهم الدكتور برهان بالظبط. حاضر. امال فين الاوضه؟ اتفضل الاوضه اللي قدامك دي. طب بعد اذنكم دلوقتي. اتفضل يا باشا. انت فاهم حاجه يا حسن؟ عايزه اغير حياتي انا كمان، ولا ده من حقك انت لوحدك؟ شفتي قالت دلوقتي تناقضتي مع نفسك. في الاول كنت بتقولي عايزه اعيش في شارع خال دو دار عشان اجمع المواد للقاموس اللغوي العامي بتاعي، ودلوقتي بتقولي عايزه اغير حياتي. مفيش تناقض يا دكتور. ما خطرلكش اني انا بتحجج. تحججي؟ يعني ايه؟ يعني هربي لخان دو دار هو هرب من الحياه اللي انا عايشاها، الحياه الجافه الممله الراكده. قصدك حياتك معايا انا؟ طبعا. تقدر تقول يا دكتور اخر مره بوستيني فيها كانت من قد ايه؟ دكتوره. ايه يا دكتور؟ اتصدمت؟ فرشور. يا دكتور انت عالم في الطبيعه النوويه، بروفيسور من المعدودين على مستوى العالم، والمفروض انك بتفكر تفكير علمي متحرر. عشان افكر تفكير علمي متحرر معناه انك انك اني ايه يا دكتور؟ ومع ذلك ما تقدريش تنكري ان حياتنا الزوجيه سعيده وناجحه. وايه مقياس الحياه المستقره السعيده الناجحه؟ الروتين؟ العاده؟ ومع ذلك الروتين والعاده دول بنمارسهم من غير ولو قدر بسيط من التعبير عن الحب. أنا مندهش. أنا في غاية الاندهاش. أنا مش قادر أفهم. الله. إيه اللي خلى الأفكار السودة دي تعشش في مخك دلوقتي؟ الله. تكونيش عايزة ترجعي بنت مراهقة؟ أنا كنت واثقة إنك هترد عليا الرد ده بالذات. توقعته منك بالكلمة وبالحرف. مفيش فايدة. مات؟ هتعملي إيه يا ممتاز؟ هدفع حسابي زي ما بيعملوا في أمريكا. عمر يا فندم. الشيك بتاعي لو سمحتي. حساب حضرتك لوحدك؟ كل واحد فينا هيدفع حسابه لوحده. أمرك. ممتاز محل. ممتاز محل بقى محل أنتيكة، محل روبابيكيا، محل كتب قديمة مغطيها التراب، وده لازم يتغير. لازم ننفصل يا برهان.